أهلا بكم. قال تاج الدين الحسيني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط إن إقدام النظام الجزائري على قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب كان متوقعا بكيفية تكون مؤكدة. وقد أعلن وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة في ندوة صحفية عقدها بعد عصر 23 غشت 2021 عن قرار قطع العلاقات مع المغرب بعد أن مهدت الجزائر لذلك يوم الأربعاء الماضي بإعادة النظر في علاقتها مع المملكة المغربية. واعتبر تاج الدين الحسيني في تصريح صحفي أن بوادر قطع الجزائر لعلاقتها مع المغرب كانت واضحة منذ البداية ومنذ انخراط المؤسسة العسكرية في عمليات التصعيد ضد المملكة منذ عدة أشهر. وذهب أستاذ العلاقات الدولية إلى القول إن الاتهامات التي كالها النظام الجزائري للمغرب خلال الآونة الأخيرة اتهامات ليست فقط رخيصة بل عشوائية ولا يمكن أن تصدر عن شخص يتحكم بشكل دقيق فيما يقدمه من معلومات. وسبق للنظام الجزائري أن اتهم المغرب بدعم الحركتين المطالبتين باستقلال منطقة القبيل وهما الماك ورشاد وادعى بشكل رسمي وقوف المملكة وراء الحرائق المهولة التي شهدتها الجزائر وخلفت عشرات القتلى. ومقابل ذلك عرض المغرب على الجزائر المساعدة لإطفاء الحرائق عبر تسخير طائرتين مخصصتين لهذا الغرض، غير أن النظام الجزائري تجاهل المساعدة المغربية وفضل استئجار طائرة من دول أوروبية. وتساءل تاج الدين الحسيني هل يعقل أن يجتمع المجلس الأعلى للأمن بالجزائر برئاسة الجمهورية ليعتبر أن المغرب هو المسؤول عن الحرائق التي عرفتها البلاد في الوقت الذي جدد فيه العاهل المغربي قبل أيام فقط مد يده للجزائر من أجل التعاون بين البلدين والتنسيق لإعادة بناء الاتحاد المغربي. وتوقف أستاذ العلاقات الدولية عند عدد من ردود الفعل الجزائرية إزاء المغرب خلال الآونة الأخيرة، منها اتهام وزير الخارجية المغربي بالإيحاء إلى وزير الخارجية الإسرائيلي بالتصريحات التي أدلى بها من خلال زيارته الأخيرة إلى الرباط والتي حذر فيها من خطر التقارب الإيراني الجزائري. واعتبر الحسيني أن هذه الاتهامات تدل على أن المؤسسة العسكرية في الجزائر دخلت في مجال العبث الحقيقي. وأكد أن التهم التي ظل النظام الجزائري يكيلها للمغرب تهم واهية لا تسندها أي حجة، مضيفا عندما تتعرض دولة ذات سيادة لشيء مما تدعي الجزائر تعرضها له من طرف المغرب فإنها تتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لأنه هو المسؤول عن كل ما يتعلق بالمساس بالوحدة الترابية للدول والتهديدات على الصعيدين الإقليمي والدولي. ولكن ما دام أن الجزائريين لا يتوفرون على أي حجج فلن يلجأوا إلى الأمن ولا إلى غيره. وجوابا على سؤال حول احتمال أن يتطور العداء الجزائري للمغرب إلى حرب بين البلدين مستقبلا، اعتبر الحسيني أن التصعيد الجزائري وراءه نوايا مسبقة لا تستهدف فقط قطع العلاقات لأنها مقطوعة أصلا، بل ربما يمكن توقع الأسوأ من هذا النظام، مضيفا كل الاحتمالات تبقى ممكنة. وأبرز الحسيني أن النظام الجزائري سيكون هو المسؤول الوحيد في حال حدوث أي حرب لأن المغرب ظل محافظا على مبادئه المتعلقة باحترام مبادئ الأمم المتحدة التي تهم عدم اللجوء إلى استعمال القوة وتسوية المنازعات بالطرق السلمية واحترام حقوق الجوار مع البلدان في المجال الإقليمي. المشاهد تيفي، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.